على هامش مؤتمر المناخ COP28 يساعدنا أن تنضم إلينا وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بكولومبيا السيدة سوزانا محمد. معالي الوزير، نحن سعداء للغاية بوجودك معنا هنا اليوم على قناة القاهرة الإخبارية. كولومبيا غنية بتنوعها البيولوجي وأنظمتها البيئية، كيف تعمل على حماية التنوع البيولوجي في ضوء الآثار المتزايدة لتغير المناخ؟ لقد ذكرت نقطة حاسمة بالنسبة لكولومبيا، تعتمد جميع استراتيجياتنا للتكيف مع تغير المناخ على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته باعتباره فرصة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لأن المصدر الأول للانبعاثات لدينا هو إزالة الغابات، وأيضا لأنه إذا كانت لديك طبيعة قوية فسوف تتكيف الطبيعة مع تغير المناخ وسوف تتكيف المجتمعات بشكل أفضل، ولكن إذا تم تدمير الطبيعة إذا كانت ضعيفة لن يكون لدينا أي حماية من تغير المناخ. لذلك بالنسبة لنا يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة أمرا بالغ الأهمية في استراتيجيتنا الخاصة بتغير المناخ. إذا تحدثنا عن غابات الأمازون على وجه الخصوص، هل يمكنك أن تتحدثي إلينا عن نهج كولومبيا في حماية الأمازون؟ For sure. بالتأكيد، كما يعلم البعض فقد خرجت كولومبيا للتو من أزمة داخلية، جزء منها بسبب إزالة الغابات وعلى وجه التحديد يتعلق بعدم وجود الحكومة في تلك المنطقة من الأمازون. لذلك نحن نعمل على ميثاق اجتماعي واقتصادي مع المجتمعات لخلق بدائل في الغابات وبدائل في اقتصاد التنوع البيولوجي حتى يتمكنوا من استعادة الطبيعة معنا ووقف التشجير، وفي الوقت نفسه العمل على العدالة الجنائية والتحقيق للوصول إلى أولئك الذين يروجون للاقتصادات غير القانونية. إنها إذن استراتيجية ذات شقين ضمن منطق الالتزام باتفاق السلام الذي وقعناه عام 2016. وفي ضوء ذلك أيضا، كيف تتعاون كولومبيا مع الدول المجاورة الأخرى من أجل التصدي لإزالة الغابات وكذلك ضمان الحفاظ عليها على المدى الطويل؟ We met with the 8 countries of the Amazon in 2 very important meetings including a presidential. لقد التقينا ببلدان الأمازون الثمانية في اجتماعين مهمين للغاية، بما في ذلك الاجتماع الرئاسي في بيلين دي باراني في البرازيل. سنقوم بالفعل بتعزيز منظمتنا الإقليمية لحماية الأمازون، معاهدة الأمازون الإقليمية التي وقعناها عام 1978، ولكن الآن بعد أن نريد تعزيزها مؤسسياً هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تكمن في أننا نقوم بتعاون ثنائي على حدودنا، لأن لدينا الكثير من الاقتصاد غير المشروع والتجارة غير المشروعة التي تمر عبر منطقة الأمازون، تجارة في أخشاب الغابات وكذلك الإتجار بالكائنات والحيوانات. ولهذا السبب فإننا نعمل في عمليات مشتركة تتعلق بتحقيق العدالة الجنائية. لقد أطلقنا للتو عملية مع البرازيل في جنوب كولومبيا، ونعمل أيضا مع فنزويلا في واحدة أخرى، ولكن في الوقت نفسه كل منا لدينا نفس النهج. يتعلق الأمر بإتاحة الفرص للمجتمعات والتعامل مع المافيا الموجودة في منطقة الأمازون لتحقيق العدالة الجنائية. وما هي توصيات كولومبيا لقمة المناخ 28؟ حسنا، لدينا مشكلة أولى وهي أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. نعتقد أننا بحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونحن الدولة العاشرة التي أيدت معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري. ماذا يعني ذلك؟ نريد معاهدة مكملة لاتفاق قمة المناخ حتى نتمكن من مناقشة المشكلة الكبرى التي يتم تجاهلها، أننا لن نتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وأن الانبعاثات تتزايد ولم نحقق أهدافنا. لذا يتعين علينا أن نتحدث عن العواقب الاقتصادية المترتبة على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وللقيام بذلك نحتاج إلى اتفاق ملزم، فالاتفاق التوعي للقمة لم يحقق المأمول، ولذا فإننا نتحدث عن معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منه. دعونا نتعامل مع القضية الحقيقية وهي استخدام الوقود الأحفوري الذي يمثل
86% من الانبعاثات، ولكن ما نراه هو أننا في الوقت نفسه نعمل على التوسع في استخراج الوقود الأحفوري بدلا من التوقف والتقليل. نريد أن نكون قادرين على إخبار شعبنا بأننا نعمل على استقرار المناخ ودرجة الحرارة. Be able to tell our people that we are stabilizing the climate and the temperature, and that's why we are trying to go to further instruments. سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا، كان من دواعي سرورنا وجودك معنا هنا اليوم في قناة القاهرة الإخبارية. أشكركم جزيل الشكر، وأريد فقط أن أقول أننا نتضامن مع الشعب الفلسطيني. طبعاً أعرف أنك فلسطينية. نعم، جدي كان فلسطينياً. ما هي الرسالة التي تريدين إرسالها؟ أننا نهتم، وأن كولومبيا أيضاً مع فلسطين. نحن نتفهم القمع الذي عانوا منه لعدة عقود، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى السلام. نحن مستاءون من عدم تحرك السلطات لوقف ما يحدث، وأننا نسمح بحدوث إبادة جماعية للفلسطينيين. نود أن نعبر عن تضامننا مع فلسطين. شكراً.